اليوم لنكلمكم عن نموذج من الإجرام اللي يعدل في موريتانيا السنوات الماضية في عشرية محمد والعبد العزيز. لنتكلم لكم عن أول عملية افتتح بها حكمه في بدايتها، ألا وهي نهب سونيماكس. الوثيقة اللي أمامكم فيها تنزيل الشركة من المدير اللي كان موجود اللي هو مولاي العربي اللي جبره عزيز فم وجاب في بلو واحد آخر. الوثيقة بتاريخ 21 أكتوبر 2008، موجودات الشركة بين البضائع والنقد 16,994,244,469 وقيل، أي قرابة 17 مليار. الوثيقة الثانية بتاريخ 16 أوت 2009، عقب ذاك المدير اللي شاب عزيز بدلوا بواحد آخر ولا ينزل هو الشركة من السابق، أصبح في الشركة ناقص انتبهوا لكلمة ناقص 4,009,960,740. إذن طارت في أقل من سنة 21 مليار وقية. الوثيقة الثالثة وثيقة محاسبة داخلية للشركة بتاريخ 20 أبريل 2011، فيه أن الشركة أصبح لديها ناقص 10,150,312,487. إذن طارت 26 مليار وقية. هذه 26 مليار وقية اللي طارت به كالتالي: واحدة يقبضوا البضائع ويسلفوا من التاجر ولا يخلص، وطبعا ذوك التجار دائما اللي من جماعة عزيز المقربة منه والناس الراضي عنها محمد والعبد العزيز يسلف لهم ولا يردوا. وهذه الوثيقة اللي تظهر أمامكم واحد منهم هو ولي الخرشي اللي كان واحد في المأمورية الثالثة، أصبح نائب في البرلمان ويطالب بالمأمورية الثالثة، وأنا أتفهم تماما مطالبته به اللي حد عدل له هذا، من الطبيعي يطالب بالمأمورية الثالثة. الطريقة الثانية اللي عدلوا شن هي؟ هي قبضوا يبيعوها بسعر بخس التجار من أصحابهم هما بربع الثمن بعشر الثمن، يبيعوها لهم بي ويقبضوها فضة نقدية، ويقبضوا ذوك التجار ويبيعوها بالأضعاف ويحقوا مليارات من لقية ما حق حد ناظر. هذه هي الطريقة الثانية. من الطرق الأخرى الظريفة عقد جبرناه، جايبين امرأة معدلين معاها عقد انها تلود الشركات تتعامل مع سوني ماكس، معناها تلود لها الزبائن في الخارج يتموا يبيعوا لسوني ماكس. سوني ماكس اللي عمرها أكثر من 50 سنة واللي عندها خبرة لا منتهية وتعاملت مع الصين وتعاملت مع الهند وتعاملت مع مصر وتعاملت مع العالم كامل، معطية لمرأة عدة ملايين إياك تلود لها الزبائن. هذا في غاية في السخرية. والمضحك طبعا دي المرأة ما شافت شيء يسوى هو عدل منه أذلاذة اللي يعدل منه ذلت مستشفيات بمستوى إلى درت واحد منهم في كيهيدي ودرت واحد في النعمة ودرت واحد في أطار مثلا، تنحل مشكلة الصحة تقريبا في موريتانيا. حالات الرفع لا يتقل جدا، لا تنقذ عشرات آلاف الأرواح. هذا المبلغ نفسه قادر على اكتتاب، كيف ذي الاكتتابات اللي يقوموا بها ضرك، قادر على اكتتاب 5,000 معلم مدة 7 سنوات، معناه أنك لا يتخرج أكثر من 200,000 طفل توفر لهم التعليم بهذا المبلغ. هذا المبلغ قادر على يخلص 5,000 شرطي مدة 7 سنوات، معناه أنك تحل مشكلة الأمن، الناس اللي ما تقدر ترقد بها الخوف على حياتها وعلى ممتلكاتها. هذا
وشراوا به الديار في أوروبا وارتكبوا به الوتات من آخر الموديلات. والمؤلم أن هذو الناس هم يتلاوي يعلمون الوطني اللي تتكلم عنه، يقولون قلبك أسود، قلبك فيه الحقد، إنك 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 حاسد الناس لأنك تريد الموريتان توقف هذا النوع من الفساد. النهب ما كان وحده، كان في هدف آخر خاطئ النهب، وهو خلق احتكار المواد الغذائية. سوني ماكس شركة معدلتها موريتان في مرحلة ما كان في وجود التجار كبار يقدوا يجيبوا المواد الغذائية بالشكل الكافي. هذا كان في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية هذه الشركة اللي ينظهروا التجار الكبار الموريتانيين وذا النوع، عاد فيه خوف من يخلق التفاهم بين تجار المواد الغذائية على الشعب. بمعنى هون عدة تجار يتوافقوا يقولوا بيناتهم احنا سعر مار ولا يسكنوه بكذاش ويسكنوه بكذا ولا يجد حد يمنعهم. مهمة سوني ماكس انها تمنع هذا، معناه انها تجيب البضائع هي من انفسها وتبيعها مالي بربح معقول. اياك يعود متوفر للمواطن بضاعة بسعر منطقي وبجودة جيدة، والشيء الثاني تفرص التجار مالي عليه يبيعوا بسعر معقول بيه اللي عنده منافس. هذا اقضع لي إغلاق هذه الشركة، أدى إلى قفيلها النهائي وخروج منافس قوي له القد اللي هما محمد والعبد العزيز شركاء يبدو أنهم ذي الجريمة الكبرى اللي وعدلت. بقى الصاشي، بقاوا التجار، هناك عدة تجار من موريتان، مئات التجار، آلاف التجار يشتغلوا في المواد الغذائية لهم شي ما يوفى من السنوات. هذو عادة الجمارك تعاملهم بسعر وتعامله القد بسعر، وسريعا خرجوا تماما من اللعب. خرجت سوني ماكس وخرجوا التجار ما يقدروا يقفوا في وجه الديوان اللي نتعود ديوان لهذا بكذا ولهذا بكذا، ما تلا في إمكانية لممارسة هذا النوع من التجارة. ولا تعرفوا ما هو لأنه انقفلوا ديار عمال سوني ماكس وشردوا أبنائهم وجوعوا مئات بل آلاف التجار اللي لهم ياس من السنوات يشتغلوا في هذا المجال، ما اللي تم تدميرهم تماما. الجشع لا حدود له. اللي لا يصدمكم ان هذو الناس اللي جبروا ذم المال واستطاعوا يسيطروا على سوق المواد الغذائية لا هي تباركم واللي يروقوا الحمالة شوي اللي يجبروه يحاولوا يقلعوه منهم. وأدى الأمر سنة 2014 إلى إضراب كبير للحمالة وانقلق الميناء وعادت مشكلة كبيرة. هذو الحمالة واخذوا بيان لا هي نقراه لكم الآن إياك تعرفوا خطورة اللي خلق. المضحك أنهم هم مساكين طيبين الحمالة موجهين الرئيس الدولة، ما يعرفوا أنه هو اللي مخطط هذا كامل وإن ذا اللي معد المنظم. السيد رئيس الدولة نحيطكم علما بأن قرابة 6000 عامل في ميناء الصداقة يتهددهم اليأس ويتملكهم الجوع ويشعرون بالإهانة والإذلال، وهم يواجهون رجلا واحدا يبدو أنه أقوى من الدولة وأهم من بقية المواطنين وأحرص على مصلحته الشخصية منه على حياة البشر، إنه السيد سيدي محمد والقدة صاحب شركة الإيراد والتصدير تريكوم. انتبهوا لذي الفقرة اللي لاهن قولكم ذلك. ليكن في علمكم أن هذه الشركة أو على الأصح هذا الرجل لوحده يتحكم اليوم في 90% مما يصل إلى الميناء من المواد الغذائية. هذا كلام الحمالة، أخبر حد في اللي يجيب البضائع الموريتان. 90% بتصريح حمالة موريتان من المواد الرئيسية الغذائية يجيبوها أهل قد. شركة تريكوم هذه جريمة لا يمكن بحال من الأحوال، هذه جريمة لا يمكن بحال من الأحوال السكوت عنها. السكوت عن هذه الجريمة يعني تشجيع الحاكمين اللي ضرك على النهب، لأن حد سلك بذا ومشبيه وشافوا حد آخر دول لا يروقي حامره. اللي تفهم الناس أن العقوبة ما هي خالقة دول تم لا تعدى اللي جرام ولا هي لا الموظفين وحدهم وحتى الناس اللي في الشارع. المجرم مش لا يقول في راسه أن يشوف دولة تعدى لذا النوع، طبعا دول يحاول يعود مجرم. المجرمين مكرمين معززين كلهم يعدل اللي, 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 اللي بقى وفي النهاية يسلك به. ثاني شيء في مشكلة أخرى، ياسر من الناس يقول كلمة يقول إن هون مجموعة من البيضان تحكم موريتان وإن هذه مجموعة البيضان كلها يتم يسرق
اللي يوجعوا هيدي يجي صاحبه يكاحزه ويتم هو اللي يسرق اللي يوجعوا هيدي بلا معنى يعود الحبس بلا من الفقراء اللي سارقين النعايل واللي سارقين شينقالو عنز واللي سارق شوي ياك يعيش بيه بين الحراطين والمعلمين والبيضان اللي ما وراهم قبائل ويعودوا هذو المجرمين الكبار ماشيين بأموال شعب كامل ماشيين بفرص تعليمية العشرات أو مئات آلاف الأطفال ماشيين بصحة الناس هذه الأموال قادرة على إنقاذ آلاف الأرواح عشرات آلاف الأرواح هذا ما يقدر يخلى بشكل من الأشكال حد خلى هذا النوع معناه أنه مجرم ومعناه أنه شجع للجريمة ومعناه أنه موريتان أهم عنده منها ألف مرة جميع قليلة من اللصوص أهم عنده من موريتان وأهم عنده من مصير أمة ومن الأخلاق ومن الدين